لما قائد السريه بتاعه الله يرحمه عدى على سريه ضباط السريه وتقدم التصاريح، احنا بنقول ان شاء الله الساعه 2:30 جابوا رقم شاهد عادي 2:30. بدأنا نستعد وكل عسكري كان مع المهمات والذخيرة بتاعته والشدة بتاعته. الساعة واحدة بدأنا ننفخ الأوائل اللي هنعدي بيها. نفخنا الأوائل وحطيناها برضه في حفرة، كنا مجهزين لها حفرة، اتنفخت واتحطت في الحفرة واتحط عليها ورق شجر عشان ما تبانش. وكل واحد كل فرد وكل العسكري عارف القلب بتاعه اللي هيكتب فيه رقم كام ورقم كام في القلب. كل فصيله 30 عسكري بثلاث اوائل، وكل عسكري عارف هيكتب القلب رقم كام. وكل ده عملنا التجهيزات دي كلها والكلام ده كله، واحنا برضه قلوب منوره زي كل مره. ممكن تكلمني عن بطولتك في حرب اكتوبر؟ والله انا مش هتكلم على بطولات فرديه، انا هتكلم على البطولات الجماعيه بتاعه السريه او الفصيله اللي انا كنت قائد ليها. احنا في 73 عبرنا من مكان اسمه جبل سرابيوم جنب الدفرنسوار، وطبعا انتوا كلكم تسمعوا عن الدفرنسوار. عبرنا من سرابيوم دي بالقوارب المطاط والساعه 2:30، او في ناس عبرت قبل 2:30 لما الطيران دخل وضرب وخلص. فمن الفرحه الناس نزلت القوارب وعدت وعدينا الناحيه الثانيه، طلعنا الساتر الترابي اللي ما كناش متخيلين منظره لما عدينا، واحنا كنا بنشوفه من الضفه الغربيه يعني تراب كده ساتر كده، لكن لما عدينا الناحيه الثانيه في الضفه الشرقيه وطلعنا شفنا قد ايه الجيش المصري والجند المصري عمل معجزه بصعود الساتر الترابي ده اللي كان ارتفاعه حوالي اكتر من 20 متر بزاويه ميل 45 درجه. كنا بنطلع رجل تغرق، الرمله كانت هيشة أو كنا رجلنا كانت بتغرس فيها. عايز أقول لك إن اليهود في 73 أو في عموما يعني خدمونا في إن هم عملوا الساتر الترابي على حافة القناة على طول. هم طبعا طماعين عايزين ياخدوا الأرض كلها لحد المية، فده خدمنا في حاجة إن إحنا لما عدينا والمهندسين العسكريين فتحوا الساتر الترابي بالخراطيم المية بقت تنزل في القناة على طول. لكن لو كان عملوا الساتر الترابي ده جوه شوية كان يبقى صعب ان احنا نفتحه بالخراطيم.